الأرض الذي قدمناه كان مبني على إعطاء الأولوية للفئات الهشة والفئات على مستوى القطاع العام الموجودة في السلم من سلم 10 رتبة 5 فما دون. أولا أن تقوم هنالك زيادة على مستوى الأجر مجدولة على سنوات، والغلاف القيمة المالية الكلية حوالي 400 درهم، والكلفة الإجمالية تفوق 5 مليار ديال الدرهم. ثانيا الزيادة في التعويضات العائلية بمقدار 100 درهم، والكلفة الإجمالية حوالي مليار درهم، والمعنيين بالإجراء الأول كيتجاوزوا 500 أو 600 ألف، الإجراء الثاني كيتجاوزوا 300 ألف. ثم الإجراء الثالث كيتعلق ب تحمل النقطة المتبقية من التقاعد والمقررة ليناير، ثم وهذه لجميع الموظفين، بالإضافة إلى حل بعض الملفات الجزئية من قبيل ما يهم ضحايا ما يسمى ضحايا النظامين عبر معالجة وضعيتهم. في نفس الوقت كاين اجراءات اللي على مستوى اللجنه ديال القطاع الخاص واللجنه ديال الحريات النقابيه والتشريعات وغير ذلك. المهم هو انه بالنسبه لنا كحكومه تمسكنا الى اخر لحظه بالحوار الاجتماعي وما زلنا متمسكين فيه، والعرض الذي قدمناه قمنا بتحسينه لا من حيث القيمه الماليه، بحيث القيمه النهائيه تجاوزت 7 مليار درهم، وعملنا ايضا على اضافه نقاط فيه لم تكن مقرره حتى على الاقل تشمل النتائج الجميع، ومن ذلك تحمل نقطة من نسبة القطاعات الخاصة بالتقاعد، وهي النقطة المقررة ليناير 2019. وفي نفس الوقت ما زلنا متمسكين بمواصلة الحوار الاجتماعي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.